بخيت الزعيري. بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد لكم اللقاء والتحية في عاشر الأشواط في الفترة الصباحية للخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2012 للميلاد، لبداية هذا الموسم الجديد. وتحديات الكبار تستمر في الأسبوع الأول من المحلي الأول للمرحلة الأولى. الخمسة كيلومترات هي المسافة لهذا السن في تحديات ميدان الشحانية وميدان التحدي. أيها الحفل الكريم، نحن في طريقنا إلى أول المراكز في هذه اللحظات. تتابع الغزال، الغزال المملوك لعلي بن دلهم بن ناصر الهاجري، من يسيطر على المركز الأول. النقلة التالية على المركز الثاني في هذه اللحظات، أتابع من انطلق على المركز الثاني. نتابع رياض لمتعب بن عبد الله بن راشد المري، متابعين الكرام على المركز الثاني. هنا نتابع دخول غيار، غيار على المركز الثاني في هذه اللحظات، لمحمد بن سعيد بن غانم آل بوسعيد الخيارين. يا سلام يا سلام، محمد بن سعيد بن سيف الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات، أتابع الخلاوي، الخلاوي ويا مرحبا بهذا الاسم الكبير، نرحب بهذا الاسم الكبير. الخلاوي والملكية تعود لزيد بن محسن بن طيثا بن ديلة. يا سلام، الخلاوي السجله غني غني بالإنجازات وحافل بالإنجازات، سلالة معراض. يا سلام، المركز الخامس في هذه اللحظات، أتابع المركز الخامس في هذه اللحظات. الرياض، رياض على المركز الخامس، وتعود الملكية لصالح بن حمد بن علي بن مقارع. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. يا سلام يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى الكادر العلوي ومع الغزال. الغزال ينطلق على المركز الأول وهو في الكادر العلوي في قناة الريان الناقلة لهذا السباق ولهذه السباقات المحلية في ميدان التحدي. تشاهدون أجمل اللقطات دائما مع هذه القناة الرائدة الناقلة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود إلى شوطنا وإلى المركز الثاني، وأتابع شعار الإنجازات، وأتابع غيار على المركز الثاني. يا سلام، محمد بن سعيد بن غانم بن سيف الخيارين. المركز الثالث، أتابع الاقتحام على المراكز، اقتحام المراكز في هذه اللحظات، وأرى دخول من رياض صالح بن حمد بن مقارح، وأظني في رصيده سيارتين، سيارتين أو ثلاث سيارات في رصيده، يعني سجل حافل بالإنجازات، سجل غني 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 بالإنجازات وغني للتعريف. هذا الرياض، هذا الرياض الجميل. يا سلام، الله 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 الله. المركز الثاني في هذه اللحظات، أتواصل مع هملول عبيد بن شينان المري، عمدة المضمرين، يقتحم عالم الهجن في هذا الموسم الجديد بتواجده بالسن الكبار. هنا مع هملول عبيد بن شينان المري على المركز الأول. المركز الثاني أو الثالث، أتدخل وأنطلق إلى شاهين، شاهين من الجانب الآخر أو مكلف لحمد بن متعب بن حمد المنخص المري. المركز الرابع غيار، المركز الرابع غيار لمحمد بن سعيد بن غانم بن سيف الخيارين. المركز الخامس، انطلق مع رياض صالح بن حمد بن علي بن مقارح، لكن اعود وسيل الزمول، سيل الزمول، واعود الى مقدمة الشوط والى هملول عبيد بن شينان المري. متابعينا الكرام،
شاهين على المركز الأول مع عبيد بن شهنان المري 1500 متر يا عمدة المضمرين، هو في المركز الأول في هذه اللحظات. الله الزمول هاجم هجوم الأسود، الزمول هاجم هجوم الأسود في هذا الميدان، ولكن شاهين هو الأقرب. شاهين وماركة شاهين وسلالة شاهين تجري في دماء وعروق شاهين على المركز الأول، ينطلق على سماعة الجهاز. 1200 1200 يا مضمرين، 1200 يا بن شهنان، وبدأ يباعد المسافة وبدأ ينطلق بعرض تلقائي وبدأ يصدر التعليمات على الجهاز اللاسلكي بالكيلو الأخير، بالكيلو الذي ما بعده كيلو، الكيلو ولكن المركز الثاني وصول، وصول مكلف لحمد بن متعب الملخص، لكن أصدر التعليمات، أصدر التعليمات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انطلق انطلق شاهين. عبيد بن شنان المري الخلاوي على المركز الثالث مع زيد بن محسن بن ضيفة بن ديله مع الخلاوي، ولكن أعود إلى شاهين. 700 متر مع شاهين، عبيد بن شنان المري الخلاوي قادم بإنجازاته، قادم بسجلاته، قادم بتاريخه مع زيد بن محسن بن ديره المري، لكن شاهين أقرب للفوز. شاهين مع عبيد بن شينان المري، شعار الشوط الأول، شعار التوقيت الزمني، أفضل توقيت في هذا الصباح في الفترة الصباحية في سن الكبار، تخصص عمدة المضمرين في هذا السن المميز. عبيد بن شينان المري، تتابعون شاهين وهو ينطلق إلى النهاية، ينطلق ليحتضن المنصة، ليحتضن خط النهاية، وخط النهاية يرحب أجمل ترحيب بهذا الشاهين المنطلق، بهذا الطير الجارح مع شاهين. شاهين 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 وصل إلى خط النهاية 100 متر أو أقل عن النهاية، 100 متر ويودع المشاركين، 100 متر ونزف له أجمل التهاني وأجمل التبريكات لعبيد بن شينان المري عمدة المضمرين. المركز الثاني الخلاوي على المركز الثاني لزيد بن محسن بن طيثاب المري، المركز الثالث مع مكلف المملوك ل حمد بن متعب المنخص، المركز الرابع شاهين لسعيد بن مبخوت، أو غانم مختار لغانم بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، المركز الخامس شاهين لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود. متابعينا الكرام، شاهدتم هذا الشوط وشاهين انتزع المركز الأول. وتوقيت 8:25 أربع أجزاء من الثانية في هذه اللحظات، المركز الثاني وتوقيت المركز الثاني، المركز الثاني 8:27.9 من الثانية كان توقيت الخلاوي، والمركز الثالث كان من نصيب مكلف لحمد بن متعب المنخص، وتوقيت 8:28. وفاءً وتماماً وكمالاً مشاهدينا الكرام، انطلق معكم في شوط جديد.